اهلا بكم في فيديو جديد من قناه فهد عضلات. قبل ما نبدا الفيديو حابب اعرفكم ان انا في عندي قناه تانية للالعاب اسمها قناه تفجير وتدمير، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن، اشتركوا وفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. في الحقيقه يا جماعه انا شعري وصل لمرحله بشعه جدا، بقى في حاجه طالعه كده وحاجه طالعه كده وحاجه طالعه كده، مش عارف ايه دوت، بس والله مش لاقي طعم لا خالص. في ناس دلوقتي هتقول لي يا فهد انت ازاي مصيف واحنا في الشتاء، انت مش سقعان؟ اقول لكم لا، عشان انا راجل رياضي بقى والعضلات زي ما انتم شايفين. احنا الرياضيين ما بيحسوش بالسقعه، الرياضيين دي من اكتر مميزات الرياضه ان انت ما تحسش بالسقعه. في الحقيقه يا جماعه برضو في ناس بتقول لي اخس، لا انا مش حابب اخس يعني برضو، لان الدهون حلوه بتدفي في الشتاء الدهون. لا لا اخس احسن، احسن ادفع غرامه اخس احسن. محدش يقول ان انا وزني 105. انا سمعت اللقطه من 70 هيدفع غرامه باين. انا 105 بلا فخر، كتموا على الموضوع. المهم بصوا يا جماعه، انا في الحقيقه الفيديو دوت اللي هو بتاع ارباح اليوتيوب دايما بعمله على القناه الثانيه، ما عملتوش على القناه دي الا مره كده او مرتين بالكتير، دايما بحب اعمله على القناه الثانيه. شهريا كنت بعرض ارباحي من اليوتيوب، وكنت في الحقيقه بحب اعمل نوعيه الفيديوهات ديت لان في ناس بتبقى لسه مبتدئه في اليوتيوب عايزه تعرف اليوتيوب مكاسبه بتوصل لايه، لان في ناس مفكره ان اليوتيوب مهما تتعب ومهما تعمل فيديوهات مش هتوصل برده لنفسك فيه، او عمره ما يقارن باي شغل عادي. فيقول لك لا يا عم انا اروح اشتغل في شركه، اروح اشتغل في افتح محل، فاهم قصدي؟ في ناس مفكره ان اليوتيوب عمره ما بيوصل لارباح كويسه، فانا عشان كده بحب اعرض الارباح شهريا. وفي الحقيقه بقى المره دي انا فكرت ان انا اعمل الفيديو على القناه ديت. انا بحب يا جماعه يعني اعمل تعاون مشترك برضو بين القنوات بتاعتي، يعني مثلا ده فيديو الارباح، ده الارباح دي تخص القناتين مع بعض، يعني الارباح اللي بتنزل شهريا دي بتبقى اجمالي القناتين بتاعت تفجير وتدمير وبتاعت فادي عضلات. فبقول بدات افكر بقى اني بدل ما دايما بحط الفيديو ده هناك والتفاعل هناك قليل رغم ان عدد المشتركين كتير بس التفاعل هناك قليل، قلت احط هنا المره دي احطها على قناه فادي عضلات لان التفاعل هنا اكتر من القناه الثانيه. ارجو يعني ان انتوا برضو تبقوا مشتركين في القناتين، لان يعني في مواضيع بتبقى عامه مشتركه، المواضيع اللي هي العامه المشتركه انا ساعات هناك بقعد اعمل فيديوهات كلام في مواضيع عامه، فممكن مثلا ساعات استثناء حاجات معينه اقوم حاططها على القناه ديت. خدوا بالكم يا جماعه، بس عايز اقول لكم على حاجه، انا هنا بتبع سياسه مختلفه عن قناه تفجير وتدمير. في قناه تفجير وتدمير الناس دايما تقول لي يا فادي ما تنزلش فيديوهات كتير قوي لان ده بيقلل التفاعل، لان الصح ان انت مثلا تنزل فيديو واحد في اليوم بحيث ياخد المشاهدات بتاعته بقى. يعني بصوا يا جماعه انا في حاجه عرفتها من قنوات، ان انت لما بتنزل فيديو مثلا في اليوم او فيديوهين يعني في المعقول، يعني ما بتنزلش فيديوهات كتير، الفيديو بياخد طاقته كامله في المشاهدات، يعني بيوصل بقى للمشتركين والاشعارات بتوصل لحد ما النسبه معقوله. انما لما بتقعد طق 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 تعمل فيديوهات كتير ده بيأثر على المشاهدات لان مش كل الاشعارات دي بتلحق توصل. هو في الحقيقه انا مقتنع برضو بالكلام دوت، بس في قناه تفجير وتدمير ما ينفعش اطبق الموضوع ده. ليه؟ بعمل فيديوهات كتير هناك بالعشر فيديوهات وعلى قد ما اقدر، حتى بعمل يعني بعمل اغلبيه الايام ثلاث فيديوهات، في بعض الايام حسب قدرتي اقدر اعمل خمس فيديوهات، اعمل في بعض الايام عملت فعلا 10 فيديوهات. ليه كده؟ لان قناه الالعاب اليوتيوب ما بيقترحليش فيديوهات كتير، يعني فيديوهات الجيمنج بطبيعتها كده، للاسف اليوتيوب نظامه كده، اليوتيوب بيقترح اكتر فيديوهات الاغاني، الكوميديا، الافلام، الحاجات ديت يعني. فعشان كده هنا في قناه فادي عضلات بما ان اليوتيوب اوريدي بيساعدني في ان انا اجيب مشاهدات كتير وفي فيديوهات كتير بتعدي مشاهداتها عدد المشتركين، فعشان كده بتشجع هنا على القناه دي ان اتبع النظام الطبيعي اللي بيتبع اغلب اليوتيوبرز اللي هو يبقى فيديو في اليوم حسب يعني قدرتي، يعني مش فيديو في كل يوم يعني، بس مش اللي هو ان انا اعمل خمس فيديوهات ولا 10 فيديوهات على القناه دي في اليوم، لكن ساعات في بعض الايام بس استثناء ممكن تلاقوني عملت ثلاث فيديوهات، بس مش هكتر عن كده يعني. ولو عملت ثلاث فيديوهات مش هتلاقوا تاني يوم بس ثلاث فيديوهات برضو، لا يعني فاهمني، على القناه دي بهدى شويه عشان ايه اخد حقي في المشاهدات. طيب نخش بقى في المفيد، يعني هو يعتبر من الاخر بس عشان اختصر لكم الموضوع، يعتبر انا في قناه بكثف عليها شغل تك 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 فيديوهات كتير، والقناه الثانيه بهدى عليها اللي هو فيديو في اليوم فيديوهين، وهنقارن بين القناتين ونشوف انهي هتكبر اسرع.
تمام، يعني ممكن برضو دي حاجة تفيد الناس قدام، نشوف ايه القناة اللي هتكبر فيهم اسرع. وقفتكم اقول لكم تجربتي مع النظامين دول. نتكلم بقى عن الارباح، هوري لكم دلوقتي الارباح بتاعتي اللي نزلت لي في 11 12. طبعا انتوا عارفين الارباح اللي بتنزل بتبقى بتاعت الشهر اللي قبله، يعني الارباح اللي نزلت لي في 11 12 كانت بتاعت الشهر اللي هو 11. بس قبل ما اوريها لكم عايز اقول لكم ان انا الشهر اللي قبله اللي هو شهر 10 الارباح اللي نزلت لي بتاعته اللي هي نزلت في 11 كنت انا عامل لها فيديو على قناه تفجير وتدمير، كنت كسبان 209 دولار. كانت الفلوس دي بتاعت شهرين مع بعض، كان في شهر كنت كسبان 84 دولار واللي بعده كسبت 125 دولار، فلما اتجمعوا مع بعض بقى 209. تمام، وكان نصيب يعني كاني الشهر اللي فات دوت اللي هو شهر 10 كاني كسبت 125 دولار، كان نصيب قناه فدا عضلات منها 7.5 دولار ونصيب تفجير وتدمير 117.5 دولار. المرة دي بقى تعالوا نشوف الأرباح اللي نزلت لي كام. هوريلكوا تقارير دلوقتي هتتفاجئوا بالأرقام، هتتفاجئوا من اللي هتشوفوه. تعالوا نشوف مع بعض. هنخش على عرض الدفعات وهنخش على عرض المعاملات. انا هجيب لكم الدفعات اللي نازله لي من 2015 لحد دلوقتي. هنجيب كل الوقت. شهر سبتمبر 2015 الرصيد النهائي 0، اكتوبر 2015 0، نوفمبر 0، ديسمبر 3 من 100 يعني 3 سنت. يعني انا 2015 دي كلها كان 0، كان في كحك قد كده في 2015. تعالوا نشوف 2016 يناير فبراير مارس ابريل لغاية نوفمبر 2016 كنت بتلاتة سنت. ديسمبر ما شاء الله زدت سنتين بقيت خمسة سنت. يعني من بداية يناير 2017 بدأت اعمل فيديوهات على اليوتيوب، بدأت اخد الموضوع بجدية. 10 سنت، بعد كده بقيت 18، بعد كده 27، بعد كده ابريل 30. في ابريل بدات اشتري المعدات بتاعت اليوتيوب بقى والكاميرا والكلام ده وكده، وبدات اعمل فيديوهات فيس كام. فبصوا بقى التطور اللي حصل. مايو 32 سنت، يونيو دولار و84 سنت. وزي ما انتوا شفتوا كده الارباح اللي نزلت لي ارباح شهر واحد بس، ودي الاول مرة تحصل ان ارباح شهر واحد توصل ل 222 دولار ونص. عمرها ما حصلت يا جماعة. اقصى ارباح كسبتها في شهر واحد كانت اللي هو 118 دولار، وكنت كسبتها في رمضان في شهر 6. انما عمري 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 ما كسبت 222 دولار ونص في شهر واحد. طيب بما ان الارباح دي اجمالي القناتين، تعالوا اوري لكم نصيب فادي عضلات منها. وزي ما انتوا شايفين في قناة فادي عضلات انا كسبت في شهر 11 27 دولار ونص تقريبا. يعني معنى كده ان قناة تفجير وتدمير ارباحها الشهر اللي فات كانت 195 دولار، وده يعتبر تطور رهيب جدا في الارباح بتاعتي. بالمناسبة في بعض الناس تقول لك فادي عرض الارباح غلط. احب اقول لكم ان انا من ساعة ما فتحت اليوتيوب لغاية دلوقتي وانا شهريا بعرض ارباحي، وليا فيديوهات من سنة وانا بعرض ارباحي، والفيديوهات دي لغاية دلوقتي موجودة وما جاش عليها مخالفات وعليها اعلانات عادي جدا ان انت تعرض ارباح. يعني انا مش عارف اجيب لكم دليل ايه اكتر من كده. يعني كل مرة الناس تكتب لي غلط انك تعرض ارباح، طب ما تشوفه في القناة وانا كل شهر بعمل الموضوع ده ولا باخد مخالفة ولا الفيديو بيتمسح. الناس تقول لي هتاخد مخالفة، طب ما انا ما خدتش مخالفة ولا الفيديو بيتمسح حتى. انتوا اللي مش فاهمين النظام. طالما انت بتعرض الرقم النهائي بس مش الاحصائيات فعادي جدا مفيش اي مشكله. اتمنى ان اكون فدتكم، واتمنى يكون عجبكم الفيديو دوت. وزي ما قلت لكم يا ريت تشتركوا في القناه الثانيه برضو، لان مش دايما هعمل الفيديو ده على القناه ديت، يعني ساعات ممكن ارجع اعمله على القناه الثانيه تاني. بجد احب اقول لكم ان فعلا اليوتيوب يعني ارباحه حلوه. يعني انا يعتبر قناتي لسه قناه يعني مش كبيره، قناه تعتبر قناه صغيره لسه. يعني انا
انا عندي قناة 67 ألف، 68 ألف، بقت 68 ألف دلوقتي، والقناة التانية 25 ألف مشترك. يعني القناتين مع بعض ما عدوش 100 ألف مشترك، وبكسب الأرباح دي. فمش وحشة، لا معقولة، مش وحشة يعني. في الأرباح دي مش وحشة خالص، إن أنت تبقى قاعد في بيتك تعمل فيديوهات وتكسب الكلام ده، مبدئيا مش وحش خالص. ولما القناة بقى تكبر إن شاء الله يبقى أرقام أحسن من كده بكتير. فبجد لا فعلا اليوتيوب، أنصحكم فعلا تفتحوا قنوات يوتيوب بجد. لو في حد لسه بيفكر، اليوتيوب حلو جدا، مشروع، فكرة مشروع كويسة جدا. مش هتحتاج حتى تدفع في حاجة في الأول، يعني أنت ممكن تصور بموبايلك، مش لازم حتى أنت تشتري معدات. أنا في حاجات كتير اشتريتها وفي حاجات كتير منها ملهاش لازمة، هبقى أتكلم يعني في الموضوع ده بعد كده بالتفصيل. الموضوع فعلا دخول يوتيوب مش محتاج التكاليف دي كلها، كل ده هشرحه بالتفصيل إن شاء الله. بس يعني مش عايزين نطول بقى الفيديو هنا، فأتمنى أن أكون فدتكم. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان تساعدني إن أطور المحتوى بتاعه، عشان القناة بتاعتي تكبر أسرع وأسرع. وعشان تقدر تشوف الفيديوهات الجاية لازم تعمل اشتراك وتفعل زر الإشعارات عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جدا ليكم، وإلى لقاء آخر في فيديو جديد.